بفاميلي سيدة نسرين عبد النور لطوف، معالجة فيزيائية، رئيسة المعهد، معهد العلاج الفيزيائي باليو اس جي. موضوعنا رح يكون موضوع السيمينار اللي كان عندكم السنة ب 25 الشهر بمناسبة 20 سنة على تأسيس المعهد، واللي هو كان عم يركز على الاضطرابات العضلية الهيكلية، صحيح؟ صح. أهلا وسهلا فيك. ميرسي فيك. طبعا اليوم عم نحكي عن موضوع، قبل شوي عم بسألك كيف بنقدر نعرف إنه في اضطرابات بالعضل. كنت عم تقول انه هالشغله اوقات بيكون صعب تشخيصها، يمكن الشخص هو بعدين بصير حاسس انه عم بيجرب كثير يلاقي السبب ومش عم يلاقيه. هلا اجمالا بحس باوجاع بجسمه، يعني يا بالعضل يا بالارتكوليشن المفاصل، وبده اكيد يروح يستشير حكيم. ايام بيكون التشخيص هين ومعروف، وساعتها بينبعث كرمال يعمل تريتمنت عند الفيزيوثيرابيوت. بس في بعض الاوقات، وهلا كثير عم نشوف هالشيء، يعني كثير بيجينا مرضى بهالحاله الفيبروميالجيا، يعني التليف العضلي، صعب تشخيصه، وبعد ما عرفنا شو سببه، يعني بيكون في وجع عند المريض بس مش عم نعرف شو السبب. فهون كمان كثير عم نشوف هيك انواع، وكثير له تاثير ستريس اللي عم نعيشه حاليا بحياتنا، ان كان ستريس النفسي او كمان ستريس الشغل، لانه من اكثر واكثر الانسان صاير عم بيكون موجود بمحل بلا حركه كثير تيعمل شغل، يعني قدام الكمبيوتر على المكتب، مطلوب منه انه ما يتحرك كثير بالنهار، وبيكون كثير في ستريس. هلا اوقات مطلوب منه، اوقات معود ما يتحرك. يعني صار كمان اوقات عادي، يعني الوقت اللي بيكون عندنا مجال لنتحرك ما بنعملها لانه اصلا مش معودين بقى انه نعملها. هيدا اكيد كمان. يعني بنحب نخلص وبضل عندنا سبق مع الوقت، وبتحسي حالك اخر النهار بتطلعي بتتذكري بتلاقي حالك انه ما مشيتي، حتى ما تحركتي، حتى بالمكتب ما عملت اكزرسايز، ما عملت شيء. تنرجع ل يعني التشخيص يلي عم نقول انه مش دائما هين، بس بالنهايه في فحوصات معينه ممكن انه تخلينا نقول انه هل عضل عنده هل مشكله. اكيد الفيبروميالجيا اللي هي من الماسكولوسكيلتال ديزوردر، بس نعمل كل الفحوصات وما نلاقي في سبب فبنتجه صوب هذا التشخيص، بنقوم فهيدا فيبروميالجيا. وهون شو بتكون الطريق؟ الطريق هي اجمالا بينا اخذ ادويه وبعدين بينبعث عند الفيزيوثيرابيوت، والفيزيوثيرابيوت هون عنده كذا طريقه مش انت يكون عم بيعالج. مثل شو ممكن تكون العلاجات؟ طرق يدويه مثل الموفمون باسيف، يعني بنكون نحن عم نحرك العضل او المفصل، وكمان في طرق دو ريلاكساسيون بنقدر نشتغل عليهم مع الباسيون. نحن كان عندنا بالمؤتمر تبعنا ورك شوب مع شخص اجى خصيصا من فرنسا تيكون عم نعمل ورك شوب مع الفيزيوثيرابيوت عن طريق التعرف على الطرق الريلاكساسيون والميو ريلاكساسيون والجيرانس دو ستريس، يعني كيف فينا نحن نكون عم نتعامل مع هالستريس اليومي. في اختصاص بهالموضوع او المعالج الفيزيائي؟ يعني اي معالج فيزيائي ممكن يكون عم يهتم بهالموضوع؟ لا، اي معالج فيزيائي اكيد فيك تكوني عم تعملي ورك شوبس ديورينج، انه تكوني عم تاخذي تكنيك اكثر تقدري تساعدي بطريقه افضل. بس بقيه المشاكل اللي ممكن تصيب العضل شو بتكون؟ يعني بنكون يمكن ما وصلنا لهالمرحله. بقيه المشاكل يعني الاضطرابات الثانيه. هلا الاضطرابات الثانيه بيكون سببها اوقات حركه غلط عملناها، رفعنا شيء ثقيل او تحركنا بطريقه مش مضبوطه تحت كونترينت معينه، او بيكون حركات صغيره عم نعملها بس ريبيتي وبتعطينا مثلا اوجاع بالمفصل مثل التنس قلبه معروفه، او وقت نكون عم نستعمل كمبيوتر الكلافيه او الماوس بطريقه غلط، قاعدين غلط وكل نهار عم نعيد الموفمنت. فهي اكيد هدول موفمنت صغار بس تكرارهم بياثر وبيعطينا. كيف بيقدر يكتشفهم الواحد؟ كمان هون المعالج الفيزيائي بيقدر يكتشف مع المريض وين اوقات يمكن علو الطاوله غلط، يمكن الكرسي مش مزبوطه، يعني مش اكثر من هيك. نحن موجود عندنا نور، بيتعلموا كل الفيزيوثيرابيوت هالشيء ديورينج الفورماسيون تبعتنا اللي هي 4 سنين بلبنان. هلا زياده عن هيك بلشنا ولاول سنه كمان بلبنان فتحنا فورماسيون دي بي تي دكتور ان فيزيوثيرابي، هيدي موجوده بامريكا وهي رح تكون بال 2020 essential، يعني ما في حدا بقى يشتغل فيزيوثيرابي بلا ما يكون قاطع بهالفورماسيون. نحن بلبنان من اوائل الجامعات اللي بلشتها، واكيد بالتعاون مع النقابه اللي مطلوب منا نكون كجامعات عم نطور العلاج. فبيتعلم الفيزيوثيرابيوت 3 سنين زياده وبيصير معه لقب دكتور
ان فيزيوثيرابي، وهذا الشيء بخوله انه يكون عم بيعمل تشخيص لبعض الحالات من بيناتهم الماسكولوسكيلتال ديزوردر، ويقدر ياخذ كمان ان شارج الباسيون دايركتلي، مش بالضروره يكون عم يقطع عند حكيم، بنسميه الاكسي ديركت، دايركت اكسس للبيشنت عند الفيزيوثيرابيوت. فهذا كمان رح نكون عم نشتغل عليه بمساعده النقابه واكيد كل الزملاء تنقدر نوصل لهالمرحله بس نخلص. قبل ال 2000 كنا نرجع نكمل الاختصاص برا بالعلاج الفيزيائي، هلا الاختصاص كله عم يكون هون، وهلا رح نبلش لكينا نفوت على الدكتوراه. مزبوط، نحن من ال 2002 بلشنا اول جامعه بلبنان باليسوعية، بلشنا الماسترز ان فيزيوثيرابي، كانت بروفيشنال ماسترز اول شيء بثلاثه سبجكت، بعدين فتحنا الماستر ان ريسيرش يلي بتخول الفيزيوثيرابيوت يقدر كمان يكمل تخصص بالابحاث ويقدر يوصل للبي اتش دي بلبنان، ما بقى بضطر يكون عم بيسافر تيحصل علمه برا. فهذا كمان شيء كثير مهم. بدنا نرجع لهالمعهد يلي يعني بيضم شباب وبيضم صبايا، في بروفيل معين للفيزيوثيرابيوت؟ في اشخاص يعني بيقدروا يكملوا بهاللايف ستايل بهالنوع من الحياه؟ اجمالا الفيزيوثيرابيوت انا يعني بس شوفهم بيكونوا جايين تيقدموا ليفوتوا اول سنه، بيكون عندهم اولا حب مثل كل شيء بالميديكال، كل شيء دومين طب، بيكون عندهم حب انه يساعدوا غيرهم، يعني كثير ايام بتشوفيهم هن اصلا عاملين بالادوليسانس تبعهم عمل اجتماعي او كانوا سكوت او غير شيء، يعني احمر بحبوا يعطوا من حالهم، هي اول شيء، بعدين بتحسيهم كلهم شوي بحبوا السبار، يعني سبورتيف مش شخص، وبحبوا الكونتاكت مع الشخص الثاني، لانه اكيد بالفيزيوثيرابي في كونتاكت، بدك تقربي على الشخص، تدسي، تحملي ايده، تكوني قريبه كثير، كلوز ديستانس بينك وبين المريض، تخافي منه يعني ايه، وتكون ما عندك انزعاج انك تكوني هالقد قريبه من الشخص. فاجمالا هيدا هو الكاركتر، وتلاميذنا كلهم كثير مهضومين بس ما يسمعوني هلا. لا فعلا عاده المعالجين الفيزيائيين، ونحن بنستقبل كثير معالجين فيزيائيين ببرنامجنا، هن اشخاص كثير قريبين من القلب، وكثير يعني عندهم نوع من المصداقيه كمان بحديثهم ومنطق، يمكن اوقات اكثر من غير اختصاصات. هلا لانه هن كثير قراب من المريض، يعني المريض بيشوف حكيمه مره، بحسوا معه فيزيوثيرابيوت شهر وشهرين وثلاث اشهر، بحسوا باوجاعه، بيعيشوا اوجاعه. واللي عم نجرب هلا نكون عم نعمله اكثر هو انه نكون عم نشوف البروجي تبع الباسيون شو هو، ونركز على هالبروجي، نكون عم نشتغل معه تنشوف شو قدراته، ونكون عم نعمل شيء سبيسيفيك للباسيون اللي قدامنا تنحل المشكله تبعيته حسب هو شو تطلبه وشو توجهه، شو حابب يحصل على شو. جبتي لنا معك صور هيك تنكون اكثر بوضوح عم نحكي عن الموضوع، خلينا نشوفهم لكن. حبيت انا اليوم كون عم بحكيكم عن تروب الميسكولوسكليتيك، بس هن ريلاتيفمون جديد بلشوا عنا، بنحس انه حتى الاولاد عنا هلا بيقولوا لك مثلا انه كتفي عم يوجعني، رقبتي عم توجعني، انا حتى اولادي بيشتكوا من هالموضوع. اذا بتلاحظي هون هيدي، اول شيء بدي اشكر زميلتي بالشغل وفيزيوثيرابيوت مايا دعبول التقي، يلي هي اشتغلت على هالسوجي دو ريشيرش وقدمته بكونغري بالجامعه وعطتني البريزنتاسيون تكون عم نشوفها سوا. فهيدا جراف بفرجينا انه بين 2009 و 2014 تقريبا دوبل عدد مستخدمين السيلولير بلبنان، يعني من 2.3 ل 4.1، دونك اون بريسك لو دوبل دو فيز دو بيرسون عم بيستعملوا هالسيلولير. اذا بنشوف وعم يصغر العمر كمان اكيد. اذا بنشوف هلا هون هيدي اتيود انعملت بتفرجينا كمان شو هي الاستعمال هالسيلولير باي دومين، يعني هل هو بالحكي؟ اذا بتلاحظي انه لا، مش بس الحكي، اكثر استعمال للسيلولير هو المسجنج، يعني بتبعتي مساجات، وكمان السوشيال ميديا كثير عم ياخذ وقت. فهذا الشيء عن جد كلنا عم نحس انه دو بلوز ان بلوز، قد ما نقول ما بدنا عم نكون عم نقعد وقت كبير على التليفون بلا ما نحس. المشكله انه ما عم نحس، ما عم نحس، بقى بنتسلى حتى ايام ما بقى فينا نحكي مع غيرنا غير بهالطريقه. هلا هي الوضعيه الاكثر اللي بنشوف الناس عم بيستعملوها تيقدروا يستعملوا تليفونهم، لانه شاشه صغيره عم تكبر شوي بس بتضلها صغيره، والطريقه هي انه عم نوطي تنقدر نستعملها ايدينا حد جسمنا. لاحظي التنشن اللي عم نشوفها على الرقبه وعلى الراس، فوزن الراس بنعرف نحن انه هو وزن كبير بالنسبه للجسم، ولما يكون منحني كمان بيتضاعف هذا الوزن، واكيد التنشن كلها عم بتكون على الماسلز تبع الرقبه وتبع العضلات، مشان هيك بنحس باوجاع كثيره ونبلش هالاوجاع رح تاثر على كل العمود الفقري. اكيد اكيد اكيد. هلا هون هدول صورتين، الجود بوزيشن والباد بوزيشن، فعطول لازم نكون ظهرنا جالس، رقبتنا كمان جالسه، يعني العمود الفقري جالس، وبنقدر نلقي كمان كواعنا كرمال ما يكون في ثقل على الكتاف. نلقي الكواع، المفروض يكونوا الكواع لاقيين. والتليفون، شاشه التليفون، هلا يمكن الصوره اللي بعدها هيدي ابلكيشن نزلوها، تكست نيك انديكيتر،
مثل ما بتشوفي هي ابلكيشن بتنزليه على التليفون وبتشتغل على التلت تبع التليفون. يعني قديش يعني هي بتاخذ التلت تبع التليفون وبتضوي احمر اذا عم تستعمليه بطريقه غلط، بتضوي اخضر انه لا هو مزبوط، طريقة انك تكوني مجلسة راسك وعيونك بطريقة وضعية مزبوطة. بس حتى لو كانت الوضعية مزبوطة، هيدي الحركة المتكررة على فترات كتير طويلة شو بتعمل بال... عم بيتخلق لنا اوجاع بالابهم، ديزارتروز عم بيصيروا، عم نشوفهم ما كنا نشوفهم قبل، وهذا الشيء من استعمال التليفون. يعني كثير بنستعمل تقريبا اصبع واحد نحن اللي هو الاصبع الكبير تنشتغل على شاشه التليفون، وهذا الشيء عم بيسبب كثير اوجاع. فالكونساي انكم نكون عم نشتغل باكثر من اصبع فينجر واحد. اي من اصبع هلا هون يعني بعد كل هودي عم بيخلوا يخففوا من المشكله إيه؟ بس عم بحلوها. يعني انه نستعمل البادز او نستعمل الكمبيوتر لفترات طويله مش معقول يكون كل الوقت عم نقدر نحافظ على البوزيشن المضبوط. اكيد في العيون كمان في التعب. اكيد لا أكيد. الا ما نكون عمدة، ولكن هون في تخفيف كثير خاصه اذا كنا مجبورين. هلا نحن بنعتبر حالنا كلنا مجبورين بالوقت اللي مش هيدي هي الحقيقه. طب بهال يعني المشكله لما نكون وصلنا للمشكله اكيد مثل ما عم نقول، فاذا بده يكون في اول شيء تحديد للمشكله وليش، ويكون في اكيد توقيف لكثير من النشاطات يلي بنعملها عاده على اي لفتره معينه لحتى يكون في يعني تكون الصحه جيده للمسل او للعضل. ولكن هون كيف رح يساعدنا المعالج الفيزيائي؟ هلا المعالج الفيزيائي اكيد بحال في وجع رح يكون هو عم يتدخل تيروح الوجع بطرق معينه بالعلاج عنده، وبعدين رح يكون عم بيعطي prevention treatment، يعني بيعطيك مود دو في، يعني انت كيف لازم. اكيد رح يكون عم بيتدخل بطريقه جلستك بالشغل، بيعطيك كمان نصائح وين يكون الاكران حسب طبيعه شغلك. يمكن اوقات الاي سي محل الاي سي وانت كيف قاعده حد الاي سي، هذا عم بيسبب لك مشاكل، واذا ما غيرنا بهالاشياء فبتكون عم بتصحي بس بعد فتره شهر ست شهور رح ترجعي تتعاني من زيت الاوجاع. واكيد بيكون عم بيعطي كمان اكزرسايز فينا نكون نحن عم نطبقهم بالبيت، وكان كمان في محاضره ديورينج بالكونغرس بالسيمينار تبعنا على طريقه نخلي البيشنت يكون عم بيتعاون معنا انه يطبق هالاكزرسايز اللي نعطيه اياهم بالبيت، لانه عن جد كثير بحسنوا الحاله، الحركه يعني والحياة. الحركه كثير منيحه. شكرا لك سيدة نسرين عبد النور لطوف، معالجه فيزيائيه ومديره معهد العلاج الفيزيائي باليو اس جي. شكرا لوجودك معنا، معلومات كثير حلوه اخذناها منك. مرسي. اليوم وقفي هلا ومنكون نحن وياكم مع الكوكينج مع شيف جاد، خليكم معنا.